اعرف منك كده رؤيتك الاول للشكل الجديد للبطوله عامله ازاي؟ بص، هو طبعا يعني حاجه كويسه جدا وشرف لينا اول حاجه ان احنا نلعب بطوله قويه زي دي في الامارات. نشكر طبعا الشعب الاماراتي وكل المسؤولين في الامارات. الحاجه التانيه ان البطوله السنه دي بطوله قويه جدا، يعني الاربع فرق اربعه كبار، في فرق طبعا تانية ادت بشكل كويس وعملت نتائج كويسه في الدوري المصري، ولكن طبعا تحديد الاربع فرق دول بالذات نسخه قويه جدا. البطوله اربع فرق، طبيعي ان هم بينافسوا وطبيعي انك انت تجيب صفقات جديده. كله استعد كويس جدا بشكل كويس، لان طبعا هو مش بس بيستعد للبطوله دي ويستعد للدوري، في نفس طويل، في دوري طويل، فلازم يجيب صفقات كويسه. كله دعم، كله استعد كويس. يمكن النسخه دي قويه لوجود نادي الزمالك، يمكن السنه اللي فاتت كان نادي الزمالك مش موجود، وانا اتكلمت قبل كده قلت ان النادي الاهلي ونادي الزمالك دول لما يكونوا في حدث اكيد بيبقى حدث تاريخي والناس كلها بتبقى مستنيه وبيدوا طعم وقوه للبطوله. فوجود نادي الزمالك السنه دي اعتقد ان هو يعني ادى دافع قوي جدا جدا للناس كمان تتابع، وان تبقى في نديه في البطوله وان البطوله تبقى قويه. شايف الاربع فرق عندهم استعداد وطموحات ان كل واحد عاوز ياخد البطوله. بتتكلم في 90 دقيقه، طبعا 90 دقيقه دي حسب بقى توفيق ربنا والحاله بتاعت اللعيبه، الجاهزيه والحاله. ما هو كله استعد، يعني مثلا لو اتكلمنا عن النادي الاهلي استعد، والناس كانت في الاول خالص خدت راحه كويسه، وبعد كده الناس المصابه رجعت، وبعد كده نادي الزمالك نشوه انتصار بطوله تاريخيه قدر يعملوا ريكفري، ناس ريحت، بعد كده في ناس راحت منتخب مصر لعبوا ماتشات وديه. بغض النظر عن الفرق المستعده استعدت بشكل كويس، لعبت ماتشات والنتائج الوديه في خساره واو لاخره، ولكن دي ما لهاش مقاييس. انت بتستعد لبطوله قويه، عندك صفقات كويسه، نادي الزمالك زي ما قلت عنده نشوه، نادي الاهلي عنده استعداد قوي جدا وجازز جامد، لان طبعا النادي الاهلي ان هو يخسر ماتشين، يعني مثلا مش هقول بطولتين، يخسر ماتشين في دوري او في كاس دي كارثه، او حتى لو خسر ماتشين وديين كارثه كبيره جدا، لان النادي الاهلي طبعا واخد على الفوز وعلى التتويج.